اهلا وسهلا متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. نشوفوا تعليق الجماهير المغربيه على اداء اسود في مقابله اليوم واللي تقدموا بهدف مقابل لا شيء في الشوط الاول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشوط الاول واخا كاين انتصار غير مقنع بصراحه، كنا كنتمنوا يكونوا الركراكي يدخل لنا كعبي ورحيمي، مع الاسف ما شفناهمش، شفناهم في الاحتياط، شفتهم هما برزوا في الفروق ديالهم كهدافين، وكنا كنتمنوا بصراحه يدخلوا. مع الاسف كنشوفوا الفريق الوطني المغربي كيدي واحد المقابله كهي مقابله حبيه، يعني مقابله عاديه جدا، ما شفنا فيها الا واحد المحاوله وحده اللي جات فيها ضربه جزاء، وكنتمنوا ان شاء الله في الشوط الثاني سير كراكي يدخل لنا العناصر اللي كنتسناوها من شحال هذه، كالرحيمي والكعبي، وهذا الشيء اللي كاين. تنتمناو انتصار الفريق ديالنا الوطني المغربي. كيجيك التشكيلة اللي دخل بها اول مباراة؟ والتشكيلة فيها بعض اللاعبين اللي هما بصراحة شبان، كنتسناو منهم ان شاء الله يعطيونا المزيد، لان ماذا بينا نشوفوا الفريق الوطني فيه تغيير، يعني فيه الفرص وفيه اللعبة اللي ان شاء الله يعطيون المستقبل للمغرب والكرة المغربية. وكنتمنى الركراكي كما قلت لك يدخل لنا الهدافي اللي هو الكعبي والرحيمي، وان شاء الله نتمنى انتصار بحصه ثقيله باش نبينوا الراي العام بان نحن فريق وطني مغربي، يعني كهذاك الفريق اللي شفناه في الكاس العالم. كنتمنى ان شاء الله تكون حصه ثقيله. كيفاش الاداء ديال ابراهيم دياز؟ ابراهيم دياز يلاه بغينا نشوفوا فيه ذاك النجم ديالنا اللي غيكون نجم الكره الافريقيه ان شاء الله، ويعطي المزيد للكره المغربيه، لان ان شاء الله عليه يعني في المستوى الكبير، وشفنا ان شاء الله غادي يعطي ان شاء الله مستقبلا. اداء ابن صغير؟ وابن صغير هذاك لاعب شاب، لاعب ان شاء الله جاي في الطريق، ان شاء الله كنتمنوا ليه يكون حتى هو نجم الكره المغربيه. شكرا. نعم شكرا. العفو. نعم ديزا دو بلين. اه تعطيني باش نشوفه. اذا كيف تب؟ وعلى المغرب وعلى الراجل. إذا متابعي قناة شوف تي في كيف تابعتوا معنا، يعني الجماهير غير راضية على الأداء ديال أسود الأطلس في مقابلة اليوم أمام منتخب زامبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، يعني رغم التقدم بالنتيجة إلى أن الأداء كان بارد بالنسبة للجماهير المغربية اللي تابعت هذا المقابلة من المقاهي، كل واحد في انتاجه بطبيعة الحال يتبع مقابلات المنتخب المغربي، كاين اللي تعجبو في الدار مع العائله ديالو، كاين اللي في القهوه مع صحابو، كاين اللي تيختار مثل هذا المكان اللي جينا ليه، مقهى شعبي حداه تيران ملاصق معاه، يعني فين تيلعبو الوليدات. صراحه اجواء جد رائعه من تبارك الله ما شاء الله، الجماهير المغربيه فرحات اثناء تقدم المنتخب المغربي بهدف مقابل شيء امام زامبيا، لكن للاسف الجماهير ما عجبهاش الاداء بشكل كبير، كاين اللي كيفضل يعني الانتصار بدل الاداء، وكاين اللي كيبغي ويتمنى انه يشوف المنتخب اداء ونتيجه، خصوصا اننا تلعبوا تصفيات المؤهله لكاس العالم 26. وكيف كتابعوا معنا متابعي قناه شوف تي في، البارح شفنا انتصار غينيا الشقيقه على المنتخب الجزائري واللي ظهر بمستوى جد ضعيف. المنتخب المغربي عرف كيفاش انه ينتصر بهدف مقابل لا شيء. كنتظروا الشوط الثاني نشوفوا المنتخب المغربي واش غيقدر ينتصر في الشوط الثاني ويحافظ على النتيجه ديالو، واش غادي يقدم اداء بديل، واش غادي نشوفوا تغييرات في الشوط الثاني، مثل ما ذكر المشجع المغربي انه يمني النفس انه يدخل ايضا في هذه المقابله. تعطينا خويا التصريح ديالك؟
تبارك الله عليك شكرا. نعم وين شفتيه؟ صافي تبارك الله عليك شكرا. ويندو على الراجل تبارك الله عليك شكرا تبارك الله عليك. اذا متابعي قناه شوف تي في شكرا لتتبعكم هذا البث، وصلنا النهايه ديالو، الى اللقاء.